يكمل مع بيبسي. يلا ناو مشاهدين الكرام مجددا في كل يوم لدينا قصة أبطالها العراقيون بمختلف شرائحهم وأعمارهم. اليوم لدينا قصة في لحظات استقبال اللاعبين ياسر قاسم وأحمد ياسين في مطار بيت وراح خليكم تتعرفون عليها. تعالوا يا رافق. سلام عليكم حجي. عليكم السلام. هلا ومرحبا بك. طبعا دموعك غالي علينا ويا رب هاي الدموع ان شاء الله دموع الفرح اليوم. اليوم انا شايفه انا ويا فرحه من فرحي ابكي. الله ان شاء الله تبقى هاي دموع الفرح ويديك رب العالمين الصحه والعافيه. اليوم جاي انت وانت مريض وهاي قنينه الاكسجين. اريد اشوف الاحباب. من هم الاحباب؟ العراقيين وصخر قندرتهم تسوى الكل. الله ينطيك العمر ان شاء الله. وهاي روحك الوطنيه شو تريد تقول لهم؟ افرح مفتوح قلبي لهم، اتمنى لهم دائما ينجحون بحياتهم يحققون الفوز بالطبع. يعني انت رغم كبر يعني عمرك ورغم انه انت مريض آليت على نفسك ان تجي منين اجيت؟ من يا منطقه انت؟ انا جيت من كانتن. كانتن ايش قد تبعد عن المطار؟ تبعد حوالي 50 كيلو. الله يكون في عونك ويا ربي الصحة والعمر المديد إليك. هم أبنائك أنا راح أنه أنوه لهم وراح أقول لهم أنه الحج إجا ينتظركم إن شاء الله. هاي دموع الفرح اللي ساقطت على خدك إن شاء الله يحققوا لك ويجون يبوسوك بالمباراة بعد أن يحققوا الفوز. أول قول أنا أقمز وأرقص. خلي ما بيك تقمص حجي. ولو مهما كلف الامر افرح بهذا باحبابي. شدوا حيلكم يا شلون لا قلهم يعني اما الابطال كلهم اقوياء ورياضيين. زين كلهم حجي عندك ابناء انت بال يعني انا ما اعرف تفاصيل حياتك. عندك اولاد؟ عندي اولاد خلطوا استراليين غير شكل. يعني موجودين. إيه؟ ان شاء الله دول اولادك العراقيين اللي يبقون العراقيين الاصلاء الشرفاء اللي راح يفرحوك ويفرحون جميع العراقيين في كل ارجاء المعموره. انا اشكرك جدا. وإن شاء الله ما تنزل دموع من عندك غير دموع الفرح. مشاهدينا الكرام تعرفتوا على قصة اللي أنا الحجي اللي ما عرفت اسمه. داود جبرائيل. من أي منطقة أنت كنت بالعراق؟ من البصرة القديمة. البصرة القديمة تحياتي إليك ولأهل البصرة ويا ربي إليك العمر الطويل أبو داود. مشاهدينا قصة أبو داود وقصة الطفل المريض عبد الله وهواي قصص عشق العراق لا تنتهي. استمروا ويانا لأن احنا مستمرين وياكم وحصريا في معرض الكرة العراقية المصور. قصة الطفل المريض عبودي اللي وعدوه اتحاد الكرة بين يعطوه تذاكر دخول المباراة. واليوم عندنا قصة جديدة وهم إن شاء الله راح نخلي اتحاد الكرة يواعد العم أبو سلمان وينطي تذاكر الدخول وراح نروح على المنسق الاتحاد غيث. السلام عليكم غيث. عليكم السلام ورحمة الله. تعال شكرا لتواجدكم اليوم ويانا في المطار لاستقبال الكابتن ياسر وأيضا كابتن أحمد ياسين. نعم وعدتوا عبد الله انه تنطوا تذاكر. شو جبت تذاكر وياك؟ لا
طبعا عبد الله هذاك اليوم كان موجود باستقبال الكابتن سعد عبد المير وايضا بوحده ايضا اليوم متواجد. قصه عبد الله اثرت بالمنتخب، طبعا اخواني اللاعبين يسلمون عليك عبد الله ويتمنى لك الشفاء، ايضا الكادر التدريبي الله ينصرهم ان شاء الله. الله يخليك وان شاء الله تكون انت متواجد، انا وعدتك التذاكر ان شاء الله تكون ويانا، بس ايضا جبت لك شيء ثاني من اخواننا اللاعبين. بس هاي حبيبي خليها خلي هاي، وايضا وقعنا لك هذا فشي بسيط نقدر نقدم لك اياه عبودي. هاي مشاهدينا الكرام تواقيع جميع لاعبي المنتخب العراقي المتواجدين الان في فندق يعني مدينه بيرض، الباقيين يعني اللي ما متواجدين ما موقعين. بس عبد الله شنو شعورك بهاي الهديه؟ سعيد جدا. سعيد شو تقول لهم؟ شو تقول لهم؟ فرحتوني وان شاء الله تستمرون بالفرحه؟ الله ينصرهم ان شاء الله ويفرحونا مثل ما فر مثل ما فرحت انت يا ربي. منصورين ان شاء الله. منصورين ان شاء الله، كلام كبير جدا من طفل صغير لكن حب العراق في قلوب الجميع، وهذا الكلام النابع من قلب هذا الولد الصغير عبد الله يعني اثر بالمنتخب العراقي مثل ما قال غيث، وان شاء الله الفرحه تنكتب على ايد اسود الرافدين لجميع العراقيين. مشاهدينا نحن الان بانتظار وصول ياسر قاسم واحمد ياسين، انتم انتظروا يعني. مشاهدينا مستمرين وياكم بتغطيتنا ونازليكم، ولا تروحون بعيد خليكم ويانا ببرنامج درب المونديال. الآن هو الوقت الأمثل للاستثمار العقاري في كندا، أقوى الأسواق العالمية للعقارات. للمزيد من المعلومات اتصل بالخبير العقاري علاء يوسف صاحب أعلى مبيعات لشركة ريماكس لأربع سنوات متتالية. حبنا لا يجينا احنا الأخضر عاشينا ما يعبنا لا يجينا احنا الاخضر عاشقين ما يحبنا لا يجينا الدمع يجري معانا بالقلب ينبض ويانا الدمع يجري معانا بالقلب ينبض ويانا احنا الاخضر عاشقين ما يحبنا لا يجينا احنا الاخضر عاشقين ما يحبنا لا يجينا مشاهدينا الكرام مشاهد لا توصف بكلام. انتظار ياسر قاسم واحمد ياسين في مطار بيث والجاليه العراقيه هكذا تنتظرهم، اذا ماذا سيفعلون بالملعب؟ مشاهدينا الكرام الجاليه العراقيه قدمت اكثر من درس، حبهم للجمهور حبهم للمنتخب العراقي مستمرين رغم انهم يمنعوهم الان من المطار، لكن هم مستمرين حبهم للعراق. هذا كل التصرفات وكل ما يقومون به من اجل دعم اسود الرافدين لتحقيق الفوز في مباراتهم امام استراليا. استمروا يعني مع المنتخب العراقي في كل لحظه وفي كل ثانيه وفي كل وقت، نازرهم ونشجعهم وفي كل مكان. الان في انتظار ياسر قاسم واحمد ياسين ومع المنتخب العراقي، واحنا الابيض عاشقين ما يحبنا لا يجينا احنا الابيض عاشقين ما يحبنا لا يجينا مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين بالتغطية، هناك كثير من المفاجآت وراح ناخذ
Welcome, Yasul Qasim. اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه وان شاء الله يقدموا مستوى الفوز والنجاح في هذه المباراه. كل الهلا بهم، اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا بانتظار اللاعب ياسر قاسم واحمد ياسين، وانتم يمكن هم منتظرين ويانا، وان شاء الله دقائق. انا سمعت انه الطائره هسه الان حطت في المطار، وان شاء الله دقائق ونشوف ياسر قاسم واحمد ياسين. الحمد لله طيبه طيبه الحمد لله. اي تعبان بس تقول الجماهير اليوم جايه تستقبلك. السلام عليكم. اهلا بكم. شكرا شكرا للجايه. بس يعني شلون عندهم شنو شلون شو تقول لهم ان شاء الله؟ شو راح تحقق وعد لهم؟ ان شاء الله نلعبهم لعبه حلوه. ان شاء الله نلعب لعبه حلوه وتفوز وتفرحهم ان شاء الله. ياسر، عندي سؤال وياك بسيط. انت رحت للاسكندريه بالعراق، شهداء الاسكندريه، وزرتها وكانت موقف وطني وموقف واجب هذا عليك. شو تقول للشهداء اذا يعني تهدي لهم فوز ذيك المنطقه للعراق؟ تقول لهم هاي شهداء الاسكندريه رحت لها؟ لا، هو الفوز لكل العراق. نعم. بس يعني شهداء خاص يعني يعني رحت وشفتهم ومثل قلت تفكر بيهم، وكل مرة أطلع بالملعب. مشاهدينا الكرام، ياسر راح يتجه للعم أبو سلمان يحكي وياه. هلا هلا ومرحبا بالأحباب. يا أبطال، أريد ويا من عندكم ترفعون العلم لي فوق، نرفع احنا العلم يفوق وانتم تضربوا الطول يفوق، والدولمة موجودة ان شاء الله. تسلم. شكرا ياسر على حقوق الوطن. الحمد لله على السلامة. اشكركم على هالشغلة الجاية. اي والله تعبان كلش. ان شاء الله ان شاء الله. حياتك واستراليا احمد، انت كانت ببطولة اسيا، ان شاء الله كانت فرحة جمهور دائما معازركم. تتذكر شيء يعني بكاس اسيا؟ كاس اسيا نعم. ذكريات؟ اسيا بعد. اي لا، ذكريات زينة و جميلة الحمد لله. يعني ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، بوصول ياسر قاسم واحمد ياسين، انتهت تغطيتنا لهذا اليوم، منتظرونا بتغطيات اخرى. دمتم في امان الله. الأكل بيكمل مع بيبسي.